الله يبارك فيك يا كابتن. هو فوز مستحق، ولكن الاداء هبط الشوط الثاني. هو مش بالنسبه للاداء هبط، هو انت ازاي تناولت المكسب المباراه عموما يعني كلاعبين مش كجهاز فني. قلت لك انا عندما تلعب مباراه وتحس انك انت في المباراه دي تقدر تكسب في اي وقت فهي دي النتيجه. ده اللي وصل للعيبه بعد الجول الاولاني بتاع علي معلول. بعد الجول الاولاني وقبل المباراه والشكل بتاع اسوان في المباراه من المباراه اللي فاتت واللعب، فقال لك دي فرقه بتلعب 5 4 1 وبيقفلوا الدنيا، احنا لو اخترقنا وجبنا هدف اسامه قال لك ممكن نجيب اثنين والتالت والرابع انما ما فيش عندك انت اللاعب السوبر اللي في الملعب اللي كل مباراه انت هتراهن عليه. في كل مباراة في اختلاف في الأداء، في كل مباراة في اختلاف في التحركات والمفاهيم ودخول لعيبة جديدة عليك في التشكيلة وخروج لعيبة، وحتى في التغييرات الراجل بيستكشف كل اللعيبة. أنا بحمل الحكاية كلها على اللاعبين، اللاعبين هم اللي في إيديهم زمام الأمور في الملعب. أنا قاعد ما بلعبش وجات لي الفرصة ولعبت من أول الشوط، عندي لعبي وأنا لما ألعب بلعبه 45 دقيقة، هي ده السكر ولا 45 دقيقة الثانية لا ده الملح. لا لا احنا كوحدة واحدة، وطول ما احنا عارفين الغرفة الملابس اللي انت بتتكلم عليها اللي كلها حب وعطاء هي اللي بتوصلنا وبتوصل المركب للأمان. الأمان زي الثلاث مباريات الأولين من المائة خرجات اللي انت خلصتهم اسماعيلي والاثنين تونس، اي هم ده الأداء. الأداء اللي فيه ارتياحية انك بتستلم كرة وعندك ثقة، امتى تقدر تعدي من واحد، امتى تقدر تعمل باص، تعمل الزيادة العددية التحركات، ده كل ده ميكانيزم لعيبه كوره. مش هنبتدي الحكايه من الاخر دلوقتي. الشكل اللي احنا بنشوفه ده شكل الملعب اتفتح، انا وبلال قلنا لك لازم يكون اللعيبه كلها ضغطه مع بعض عشان الكوره تبقى سهله عليهم، لما الكوره تيجي اقدر الاقي واحد فدي له الكوره نعمل 1 2 نطلع باسلوب الزحف اللي بنطلع بيه بكل مره مع التحركات الواعيه، مع كل واحد يدي الكوره بتاعته. انت فقدت النهارده حساسيه الهدف الثاني. ما عندكش بختك ابو بخيت في الكور، يمكن الكوره بتاعت حسين الشحات اللي جات لنا في اول شوط هي دي ابلغ واحده وصلتنا بشكل طبيعي، كان ممكن تعملها مره واثنين وثلاثه، وان كنت عملتها فبتعملها بعدم التزام من اللعيبه في الوقوف اوف سايد، يعني على طول متسللين مش فارق معاهم ان هم يشتغلوا على نفسهم ازاي يسرقوا الجيم وازاي يسرقوا التعزيز ويسرقوا الخط الدفاع اللي هو بيقف على خط واحد. ده سهل جدا اي كره ان بتوين كده، واحد جاي بس من ورا كده جول، اي حد جاي او هيعملها بالعرض لحد جاي يروح جايبها جول بنفس الشكل وبنفس. صعبت على نفسك المهمه في الشوط الثاني، مع ان احنا قلنا في غرفه الملابس لازم الحكايه يكون فيها تعزيز وحوار ازاي احنا بنخلص الجيم في اول الشوط الثاني زي الشوط الاولاني. نرجو ان الحاجات دي برضو تبقى فايده بالنسبه لنا في جميع المباريات اللي جايه، مش كل الفرق هتبقى زي بعض. وبكرر لك الدوري مش سهل. ايوه ايمن الدوري مش سهل مع اسوان مع الداخليه الماتش الجاي مع حرس الحدود مع اي حد، الدوري مش سهل. كل فرقه بتلعب قدام الاهلي بتطلع كل طاقتهم، هيلعبوا امتى؟ مظبوط صح، هيلعبوا اللي هو ده يوم العيد اللي احنا بنتكلم عليه، فلازم اللعيبه بتاعتك تبقى أرسى من كده. كل لعيب فيهم ما شاء الله عنده صحيح. وكلهم منتخبات. انت نص فرقتك منتخبات، يعني مش سهل قوي الحكايه ان انا ابواب بشوف لعيبه بتستلم مني واداء واللعب مفتوح طب فين الشكل العمود الفقري اللي احنا قلنا عليه والارتكاز اللي بيبقى من اثنين نص الملعب. احنا ما نعرفش، عايزين نطمن على ديانج برضه ونشوف الدنيا. انا برضه عايز اطمن على مساله انه اخفق في باصتين من بدايه الشوط الثاني، ده غريب شويه. مش يعني هو مش اخفق في كورتين ولا حاجه، اكيد حاسب تعب في حاجه او لان ده مش من عاده حتى المدرب ده ان هو هنطمن على بعض اللعيبه كمان اللي دخلت. اتفرجنا النهارده على بريستاو اللي احنا قلنا هيديله بس ده متاخر، عمل برضه شكل بالزبط. وجود في تحرك وجود في تحرك وجود في ال 10 دقايق اللي لعبهم الحقيقه. محمد شريف برضو ينزل، مفروض تبقى عندك بقى شايف من بره وحاسس بالجيم نفسه زي تتحرك في المنطقه دي وتسهل لعلي معلول. علي معلول كل كره بيبقى تدور عايز يعمل 1 2 عايز يعمل كره، عملها كذا مره
برضو علي بيلعبها، كنت انت بحضر نفسك، انت نازل هنا عشان تجيب جول، تفكير ازاي اجيب الجول. كريم فؤاد زي الماتش فاتح بيعمل مجهود كبير جدا، الشحات على فترات في المباراة بقاله كتير ما بيلعبش مباراة رسمية او يمكن اللي جاي احسن باذن الله. لعيبة بتلعب بتعور نفسها برضو، دي لازم ناخد بالنا منها، الالتحامات فوق وكده، شفنا فتحي وشفنا محمد عبد المنعم ففي حاجات لو كرة على الارض سهلة واحنا بنبني عليها الشكل هيبقى بالنسبة لنا اسهل. ومفيش كوتش ما بيتمناش الا الفوز لفريقه، فهو ما زلنا برضو ده يعتبر رابع ماتش بالنسبة للراجل، بيكتسب فيه التعارف باللعيبة كلها، وان شاء الله يعني في فنيات هنا هنتكلم فيها ان شاء الله باذن الله. كابتن اسامه الف مبروك، فوز كان مطلوب قبل ماتش السوبر، ولكن في بعض الفترات تحس ان يعني بعض اللاعبين تلعب على قد المباراه، زي ما قال الكابتن شريف يعني انت خدت المكسب من الشوط الاولاني، ففي اريحيه او في اطمئنان داخلي من جوه ان هو كسبان الماتش كسبان الماتش، ولكن احيانا كمان لعيبه في الملعب ممكن تكون بتفكر في الماتش اللي جاي. يعني الماتش اللي جاي ماتش مهم جدا، ماشي الماتش الجاي ماتش مهم، بس الاهم اللي بيبقى قدامي مظبوط الشوط الثاني. انا يمكن قلت لك النادي الاهلي في قدرته ان يجيب جون ثاني وثالث، وقلت لك اخر 20 دقيقه ممكن اسوان تبتدي يحسوا بتعب وكده، لكن انت في جزئيه انت عملتها الشوط الاولاني وللاسف استمرت وباكتر الشوط الثاني اللي هي السربعه. السربعه في فرق كبير بين سرعه الاداء التسرع. وفي فرق التسرع. يعني احنا بنقولها باللغه كده الدرجه سربعه، يعني لعيبه متسرعه جدا في انها تنقل الكوره من تحت لقدام، تفقدها مش مشكله، يتصرف غلط مش مشكله، المهم ان هو عايز بسرعه يحط الكوره لقدام. ده مش مطلوب كتير في الكوره، يعني مش في كل وقت السرعه مرتبطه بالاداء وتنظيمه. أيوة. في انت كسبان 1-0 1-0، انا بتكلم على الثلاث نقاط، 1-0 أيوة. زي 5-0، ال 5-0 يجولك بس يبقى في تركيز وهدوء. انت الشوط الثاني عارف انت الملعب فيه متشعل كده زي ما قلت، اربعه يعني تفقد الكره بسرعه وتتلعب بسرعه وحتى من اسوان وتيجي بسرعه فخط السيطرة تماما، مفيش ضبط للإيقاع الأداء، مفيش استحواذ وسيطرة على وسط الملعب، مفيش هجمات معمولة بتركيز وهدوء إلا غير يعني كورة ولا كورتين الشوط الثاني. الغريب إن أنت فقدت السيطرة تقريبا من بعد 10 ولا 15 دقيقة من الشوط الثاني، والسيطرة راحت لأسوان برضو اللي ما عملش خطورة على الشناوي ولكنه دخل في أجواء الماتش. ف حتى التغييرات، يعني انت مفروض التغييرات في الماتشات اللي فاتت عملتها اسعفتك. أيوة. النهارده التغييرات كلها نزله مستعجله، يمكن هو بيرسي تاو بس نزل في الدقيقه 85 عمل كورتين ثلاثه بتركيز كده ووصل بيهم، لكن كريم نزل مستعجل جدا ومصربع وبيخش في اوقات غريبه، محمد شريف مستعجل جدا، و سافيو يعني عايز اقول ايه، تحس انه بيلعب اكنه بيلعب كره خماسيه، يعني عايز ياخد على الطاير جوه ال 18 في الزحمه وعايز يعني ما لحقش ما عملش حاجه يعني. فالتغييرات حتى ما اضافتش للفرقه انك انت تقدر تتحكم في الماتش وتعمل خطوره على مرمى عمرو حسام وتبقى ليك الغلبه بوضوح. انا قلت لك الماتش بقت عمليه فيها استعجال جدا، فيها فقد الكره كتير جدا. عمرو السولية لما نزل، عمرو لعيب كبير ولعيب من اهم لعيبه النادي الاهلي، مش معنى انه قعد ماتش او ماتشين انه سهل جدا يرجع يبقى اساسي تاني، بس الواضح انه هو زي ما يكون مش مبسوط وهو بيلعب، ولذلك انت ما 45 دقيقه ديانج تشال حسيت ان انت فقدت السيطره على وسط الملعب، يعني عمرو حركته كانت قليله جدا، مش بيلعب مبسوط، مش بيلعب يعني كده ما اضافش للفرقه رغم ان هو واحد من اهم عناصر الفرقه. فالشوط الثاني ما عجبنيش تماما يعني، لكن في النهايه انت كسبت
1-0 وخدت الثلاث نقط، والمهم انك انت تركز بقى انك عندك ماتش الجاي ببطوله ما فيهوش بقى تهاون، ما فيهوش عدم تركيز، ما فيهوش عدم استغلال الفرص. فالشوط الاول كان معقول وجيد، الشوط الثاني فقدنا فيه اشياء كتيره جدا، واهمها انك انت ما كنتش مسيطر على وسط الملعب بشكل كويس بعد خروج ديانج. طيب تعالوا نروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع الكابتن ربيع ياسين المدير الفني فريق اسوان. بجد التحية لك من جديد كابتن ايمن شوقي وكل كباتننا الكبار، بنبارك اكيد للنادي الاهلي وبنقول هارد لك لنادي اسوان، لكن امور عديده الحقيقه هنتكلم فيها مع واحد من ابناء النادي الاهلي المخلصين الكابتن ربيع ياسين المدير الفني لفريق النادي الاهلي. بيقول لك طبعا هارد لك كابتن ربيع، عندكم القادم كثير جدا وان شاء الله باذن الله توفقوا، لكن انت عارف النادي الاهلي قيمته كبيره، عنده هدف هو الثلاث نقاط، عنده مباراه سوبر، عنده حسابات كثيره جدا. تحضير الكابتن ربيع للمباراه الجيم شفته ازاي؟ وصلته اكتر من مره، التوفيق بتاع ربنا يمكن غاب شويه بعض الفرص، لكن هي دي كره القدم يا كابتن ربيع. طبعا القيمه طبعا كتير او القيم كتيره جدا، القدرات النادي الاهلي، هل يملك قدرات فعلا؟ ده بطل، ده بطل، مش ما بطل مصر وبطل افريقيا وبطل 42 بطوله تقريبا على ما اتذكر يعني. لا، نادي يملك كل حاجه، نادي بيعلم الناس الكوره. يعني احنا اكيد في تحضير النادي الاهلي تعبت وشقيت عشان احضر 90 دقيقه، لان النادي الاهلي عنده مفاتيح لعب، عنده حلول، عنده دوافع، عنده تحويل، عنده سرعات، عنده تحرك، عنده مساحات، عنده قدرات تقدر توصل في اي وقت على المرمى. اكيد ده تعبني، لكن اللي انا قدرت اعمله مع اللعيبه ان انا حافظ على الهيبه الدفاعيه بتاعتنا بشكل جماعي، وده نجحوا فيه. لكن التحول الهجومي برضو وصلنا في حدود القدرات اللي موجوده وفي حدود الزياده العدديه بتاعتنا، وقدرنا ان احنا نوصل ونعمل خطوره، لكن الشكل العام مش كويس. كنت اتمنى ان انا احقق نتيجه جميله، لكن طبعا انا بلعب النادي الاهلي، النادي الاهلي الكبير وطول عمره كبير طبعا، وببارك للاهلي وادارته وجهازه الفني ولاعبيه، وان شاء الله القادم يبقى لينا وللاهلي احسن باذن الله تعالى. طلعك المؤتمر الصحفي، شكرا يا حبيبي. اشكرك. شكرا يا حبيبي، شكرا. كل الشكر والتقدير للكابتن ربيع ياسين طبعا المدير الفني للنادي طبعا اسوان، حاول ووصل وقدر ان هو طبعا في ظل طبعا المجهود وفي ظل ايضا كمان لعيبه النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله مجهود النادي الاهلي يكون كبير جدا. صفحه واتقفلت خلاص يا كابتن ايمن، زي ما احنا عارفين عندنا السوبر ان شاء الله يكون اهلاوي، تركيز كبير، اصرار كبير، رغبه كبيره، وتوفيق ربنا ان شاء الله يكون مع لعيبه النادي الاهلي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد. كابتن عادل، الف مبروك، فوز صعب ولكنه مهم. الجميل انك تكسب باي صحيح. باي وضع انك تكسب الثلاث نقاط، لان ده صراع دوري يعني، عندك 34 اسبوع بتلعبهم، والكبير يكسب حتى لو مش في افضل حالاته. لا يعني لا، بكلمك على 34 اسبوع بيتحسم الدوري لما انت بتكسب اكثر اسابيع. طب فانت مبروك ان انت كسبت، ولكن خلينا نبقى في منطقيه شويه. احنا الشوط الثاني ما كانش ادائنا كويس، كان في تسرع زي ما الكباتن قالوا، والتسرع ده نبع من انا من وجهه نظري يعني، دائما اخر مباراه قبل مباراه مصيريه قويه تفكيرك التفكير هو مش مبرر، ولكن مبرر بس احيانا ده فكر اللعيبه يعني. الخوف على الرجل، الخوف على انك انت تعمل مجهود ازيد، الخوف يؤدي للاداء ده، ولكن مش مبرر. انت لازم تلعب للمباراه ده النهارده وبعدين تبص على اللي بعديه، خليك محترف 100%. في نقطه انا عايز اقولها ونصيحه يعني عايز اتكلم فيها لبعض اللاعبين، مش هقول اسماء يعني. اتفضل. المدير الفني ليه وجهه نظر. ايوه. احسن حاجه للمدير الفني انك تطلعه غلطان. عارف ازاي؟ أيوة. يعني لما اديك انزل اكسفني. انا دايما اقول للعيبه كده بتاعتي، اقول لهم انا عايزك تطلعني في كلمه مش عايز اقولها يعني، اقول لك غلطان، عايزك تطلعني مش فاهم حاجه، انزل اثبت للناس كلها ان انت افضل واحد وما لعبتكش، انت مظلوم ان انا ما لعبتكش. لكن انت كبتنزل ادائك بيبرب ما انا صح، انت فاهمني يا كابتن. أيوة ايمن. أيوة. ودي مهمه، دي نصيحه للاعبين يعني. انا بنصح جميع لعيب الاهلي، انتوا لعيبه كبار، عندكم مجموعه كبيره من اللاعبين، انتوا مش نادي ما فيهوش الا 7-8 لعيبه كويسين. احيانا
النادي اللي بيبقى فيه 7-8 لعيبه كويس عارف اللي بيحصل يا كابتن ايمن، كل واحد عارف الاحتياطي والاساسي. لكن الانديه الكبيره فيها صراع كبير ما بين فيها صراع كبير ما بين انت تلعب ولا انا العب. فارجو انك اي لعيب يحس ان هو بعيد عن الفرقه يموت نفسه عشان يرجع، واول ما ياخد اي فرصه يمسك فيها ويمسك فيها بايده واسنانه، لانه النادي الاهلي كبير. عامه مبروك النهارده الثلاث نقاط. هنحضر تحضير جيد للمباراه الجايه القادمه. المباراه القادمه بالنسبه لنا مباراه عاديه، انا في وجهه نظري بطوله ومباراه عاديه، ولكن محتاجينها الايام دي. جمهور الاهلي يستاهلها. انا من وجهه نظري ان جمهور النادي الاهلي يستاهل بطوله السوبر ان شاء الله. يعني انا اتمنى من اللاعبين يلعبوها، هم على طول بيعملوها، بس المره دي يموتوا في الملعب ويلعبوا لجمهور النادي الاهلي فقط، لان جمهور النادي الاهلي محتاجها، ومحتاج ان نحط النقط على الحروف. لاني الفكره دايما لما الخصوم تقرب منك لازم تعمل لها البوع، توضح الطريق، ما تخليش الطريق مجهول قدام الناس، لانه في ناس بتحط راسها براسك. لو حصل يعني انت ممكن تكسب 40-50-60 مره ورا بعض مش هتقول حاجه لانك انت قوي وما بتتكلمش، لكن لو خسرت مرتين ولا ثلاثه ورا بعض انت عارف الطنطنه والكلام الكتير. والكلام الكتير واحنا والنادي الاهلي انتهى. والحاجه دي مش اخر المطاف، يعني الماتش السوبر ماتش صعب الحاجات دي، ولكن النادي الاهلي قادر عليه ان شاء الله. مبروك مهما حصل، ثلاث نقاط معاك. صح. نحطهم في صندوق الدوري اتحطوا، وفي الاخر خالص انت بتدور على المكسب، ونشيل بقى دماغنا من المباراه الدوري ان شاء الله. عندنا المباراه القادمه واكيد المدرب، بس نصيحتي للعيبه دي لازم يحطها في ودانهم اللي انا قلتها، لاني انا شايف بعض اللاعبين وهم لاعبين كبار ممكن بيبعدوا نفسهم. يعني بالعكس اعتبرها الراحه تساعدك قدام. ايوه اتمنى باذن الله ان شاء الله. كابتن بلال الف مبروك. يمكن توقعت قبل المباراه انت والكابتن شريف والكابتن عادل، كابتن اسامه قال لك المباراه برده ممكن تكون صعبه، توقعت صعوبه المباراه وصعوبه المكسب لدرجه ان انت قلت لي ممكن الهدف يجي من كره ثابته. حقيقه كابتن شوف، احنا طبعا مبروك الاول للنادي الاهلي، 6 نقاط، يعني ماتشين بتكسب وده شيء جيد، وشيء جيد بتكسب وانت في بدايه الدوري، لان الاخفاقات كلها دايما بتيجي في بدايه الدوري. يعني دايما او معظم المشاكل اللي بتحصل في بدايه الدوري. مدير فني جديد عنده قناعات مختلفه، ممكن يكون قناعاته غير قناعات المدير الفني السابق. لعيبه الحماس بيغلب عليها اكتر من الفنيات بشكل كبير جدا، يعني ممكن لعيب تلاقيه عنده حماس وباور بزياده، وده يبقى غالب على الطابع الفني بتاعه، وده يمكن باين النهارده في الماتش. النهارده الماتش لعيبه الاهلي يعني متسرعه جدا، يعني مفيش، يعني وانت بتعمل المفترض يا كابتن ايمن وانت بتعمل بيلد اب للهجمه بيبقى عندك يعني استراتيجيه للكلام ده. انا بعمل ايه؟ ابني اشتغل احضر، يبقى وقت من الاوقات بيحصل فيه تحرك من على الاطراف الملعب او راس الحربه بينزل والطرف يروح يخش هو يبقى في القلب او الباك مثلا او طرف ملعب يضم لجوه والباك يروح لبره، بتفضل تحضر لحد ما تشتغل. انما النادي الاهلي في تسرع غير 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 طبيعي، يعني التسرع ده ملحوظ خد بالك في المباراة اللي فاتت كمان. المباراه الوحيده اللي لعبناها بهدوء الاتحاد المصري هناك بتهدى تلعب كوره من رجل لرجل مش متسرع، تمام. هل احنا كل مباراه محتاجين نلعبها بره ملعبنا عشان يبقى عندنا كم الهدوء الرائع ده؟ لا، محتاجين بس لعيبتنا تهدى شويه، تمام. لعيبه كلها امكانياتها جيده، لعيبه قدراتها ممتازه، يعني شخصيتها حلوه تليق باسم النادي الاهلي، فبالتالي كل اللي محتاجينه في الملعب ان كمان المدير الفني، انا بس ملاحظ حاجه كده، اتمنى ان يدخل في اجواء الماتش، انا ان هو ما بيتكلمش طول المباراه، مفيش كلام خالص، مفيش تعليق على اللعيبه، لا هدى الريتم ولا العب ولا فلان يجي، يعني شايفه من بره يعني واقف، معرفش هل هو بيشوف بيلاحظ بيرتب
بيدون، لان شفته بيدون قبل كده في الماتشات اللي فاتت معاه ورق وقلم وبيدون بيدي بيكتب الملحوظات بتاعته، وده شيء جيد. لكن في بعض الاوقات، لان انا ما بشوفش الكلام ده من القاده بتاعه اللعيبه في الاهلي في الملعب، انك لازم في بعض الوقت اوقع الريتم شويه، اهدي اللعبه شويه. انا كسبان 1-0، انا الافضل، فبالتالي انت في وقت من الاوقات عايز تريح نفسك بدنيا وفي نفس الوقت تسيطر على الجيم. ما ينفعش يبقى الجيم رايح جاي، ما ينفعش يبقى انت بتلعب بسرعه هو بيلعب بسرعه بيلعب بسرعه، واللي يغلط فيك هو اللي ممكن يجيب جول. فاهم قصدي؟ يعني ما ينفعش الكلام، ما ينفعش انت بتلعب فرقه، يعني المفترض ان اسوان من الفرق يعني اللي في المتناول. النهارده الشوط الثاني عملوا جيم هايل عليك، بيلعبوا بسرعه، متحكمين في رتم الاقدام، الدقيقه 70 هو افضل منك، هو لعب يعني دخل في اجواء المباراه 20 دقيقه كان جيد فيها. انت طول ال 70 دقيقه مسيطر على المباراه تمام، لكن جيت في اخر 20 دقيقه انت من كتر ما انت سريع جدا في رتمك وقعت بدنيا، وده وضع طبيعي. مفيش فرقه في العالم بتلعب 90 دقيقه بنفس النهج او بنفس الاسلوب او بنفس الطريقه وبتكمل بنفس اللياقه البدنيه بالسرعه اللي انت شفت فيها دي، الا اذا تحكم في رتم الاداء، يلعب شويه، يستحوذ استحواذ سلبي في بعض الاوقات، تهدي اللعبه شويه، تبتدي تعمل هجمه، تبني هجمه سريعه مره، هجمه بطيئه مره، تستحوذ مره، تبتدي تبني، يعني يبقى رتمك متغير طول الماتش عشان تقدر تكمل لنهايه الجيم. مشكلتنا النهارده الوحيده زي ما قال كابتن اسامه انك في تسرع غير عادي، وكان اللعيبه في الملعب عايزه تثبت للمدير الفني ان احنا اللعيبه اللي حطتها هي دي اللعيبه الجديره ان هي تكون اللعيبه الاساسيه. لا، لعيبه النادي الاهلي كلها لعيبه اساسيه، لعيبه النادي الاهلي كلهم عندهم امكانيات وقدرات، وتعلمنا وتعودنا في كل السنوات اللي فاتت ان كل اللعيب او ال 20 لعيب اللي عليهم السبوت كلهم بيلعبوا، وبتتبدل المراكز وبتتغير، ممكن النهارده اكرم يلعب، هاني يلعب، وقناعات المدير الفني نفسه بتتغير، وقناعات طبعا انت لسه ده تاني ماتش بالنسبه لك في الدوري العام.